السلام عليكم، معكم نسيم عارب، فريق التقني لمؤتمر ويكي عربية. في هذه الفيديو سوف نرى سويا كيفية استعمال منصة بيج بلو بوتون في خلال هذا المؤتمر ويكي عربية الجزائر 2021. إذن هنالك كي نصل إلى هذه المنصة يجب أن ندخل الرابط الذي ندخل به إلى المنصة. في هذه الصفحة يمكننا الضغط على والدخول بالحساب الذي أرسلناه لكم في خلال بريدكم الإلكتروني في تسجيل الحضور أو في خلال تسجيلكم للمداخلات. ستجدون في البريد الإلكتروني اسم المستخدم وكلمة السر الصالحة لهذا الدخول في المنصة. إذن أنا حاليا سوف أدخل بحسابي وسوف أقع في هذه الصفحة للدخول في حسابي. أنا هنا يمكنني أن أضغط على اسم المستخدم ولأغير البروفايل، مثلا الاسم، بإمكانني تغيير اللغة إنجليزية مثلا، وأضغط على زر أبديت. كذلك لكي أتنقل إلى صفحات المؤتمر أي قاعات المؤتمر، يمكنني أن أرى كامل صفحات قاعات المؤتمر. وإذا لم أصل إلى هذه الصفحة يمكنني مباشرة إلى موقع المؤتمر www.wikiarabia2021.com وأنقل الروابط إلى منصة بيج بلو بوتون، أو يمكنكم أن تجدونها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في فيسبوك وتليجرام والتي فيها المداخلات في صفحة ميتا مثلا. إذن عبر الموقع الرسمي نضغط على مؤتمر ثم نضغط على ويكي عربية 2021 في الأسفل، وتظهر لنا في أسفل الصفحة قاعة المنشاريس، قاعة جورجرا، الهوغار. بإمكاني أيضا أن أجد روابط الصفحات في مكان آخر في العارضين، قاعة المنشاريس. إذا ضغطنا عليها سوف تظهر لنا صفحة قاعة المنشاريس. هنا لدي الاسم الخاص بي وأضغط على زر ستارت لكي أستطيع الولوج إلى القاعة. عند الدخول إلى صفحة القاعة سوف تظهر لنا نافذة يمكننا اختيار الميكروفون أو السماعات. لو ضغطت على الميكروفون سأستطيع أن أخذ الكلمة وأتكلم خلال الجلسة، وأنا أكون بهذه الطريقة قد دخلت إلى القاعة. إذن في القسم الأول هي قاعة الونشاريس التي نرى فيها كل المقدمين والمتداولين المتدخلين خلال مداخلة، أو ساحة مخصصة للشات للرسائل لكي أن المتدخلين يمكنون أن يحصلون على رسائل شات، أي رسالة نصية يمكن أن نكتبها في خلال هذه الساعة. وهنا على اليسار قائمة الحضور، الأزرار في الأسفل، عندنا زر المايك يمكن أن أفتح أو أقطع المايك. بهذه الطريقة أنا مفعل المايك أو يمكنني أن أتكلم. في خلال هذا الزر عندنا عدة إمكانيات، يمكنني أن أغير طريقة الاتصال في هذه الصفحة، مثلا أخرج من التواصل أو أعيد الدخول إلى بالضغط على السماعة. بهذه الطريقة أكون غيرت طريقة المشاركة في إذا ظهرت أيقونة السماعات لا يمكنني أن أتكلم. بهذه الطريقة يجب أن أخرج وأعيد الدخول والضغط على المايك، هذا شيء أساسي. عندنا كذلك اليد في حالة ما إذا كان أراد أو يرغب المتدخل أن يتكلم يمكن أن يرفع يده لكي يقوم أحد الإداريين في الروم بإعطائه الكلمة إذا أراد.
لدينا إمكانية تفعيل الكاميرا، هناك زر مخصص لهذه الصفة. إذا كان عندي عدة كاميرات أختار الكاميرا التي أريد أن أستعملها والدقة المراد استعمالها، وأضغط على الزر الأزرق وهنا تظهر الكاميرا الخاصة بي. إذا أردت أن أوقف الكاميرا أعيد الضغط فقط على نفس الزر وتختفي الكاميرا. بإمكاني إخفاء المساحة المخصصة للشات فقط بالضغط على الضغط عليها، وممكن أن أخفي جميع المساحات المخصصة وتبقى لدي سوى. إذا أردت أن أعيد إظهارها أعيد الضغط عليها مرة أخرى. كذلك لدينا إمكانية الدخول بحساب آخر على شكل إداري. إذا كانت لدي صلاحيات الإداري يمكنني أن أفعل خاصية اللغات إضافتها، وللقيام بذلك نحتاج إلى الضغط على بهالطريقة. يجب أن أدخل بحساب له صلاحيات أكبر لكي أستطيع أن أفعل خاصية الترجمة في بيج بلو بوتون. كالعادة أضغط على الطريقة التي أريد أن أدخل فيها إلى الروم، ثم أسمي اللغة وأضغط على ستارت. بعدها يظهر لدي أزرار الخاصة بقنوات الترجمة التي يمكن أن نتيحها خلال المداخلة، وهذه خاصية متاحة فقط لمن لديه صلاحية الإداري. بفضل حسابي كإداري فعلت الترجمة. لما تكون هناك ترجمة متفاحة خلال الصفحة يكون لدينا زر أزرق إضافي، عند الضغط عليه تظهر لنا اللغات المتاحة أو اللغة الأساسية التي هي على تحت اسم فلور. لنتمكن من سماع اللغة المتاحة يجب فقط أن نضغط على اللغة. عند الضغط على اللغة سأتمكن من سماع صوت المترجم. من جهة أخرى بإمكاني أن أرفع أو أخفض الصوت المترجم أو المتحدث الرئيسي. إذا مددنا رفعنا الصوت إلى الجهة اليمنى سوف نسمع أكثر المترجم، وإذا خفضناها سوف لن نتمكن من سماع صوت المترجم فقط المتحدث الرئيسي. ومن الأحسن يعني وضعها في مرتب في المكان الأوسط لكي نسمعها جيدا. من جهة أخرى لدينا إمكانية جعل الصوحة لكي تأخذ كل المساحة للشاشة لديكم، وللرجوع يكفي أن إعادة الضغط عليه. في الفوق على الجهة اليمنى يوجد مختلف التفضيلات المتاحة، يكفي بالضغط على هذه الخاصية لكي نتحصل على تكبير الصورة لتكون على كامل الشاشة. بإمكاني كذلك أن نغير اللغات، التنبيهات، الكاميرا، أو إذا كان فيه إمكانية لإطفاء الكاميرا أو إشعارها في حال كانت لدينا يعني تدفق في الإنترنت ضعيف جدا. هذا كل ما لدينا. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.